فمجاهيل الأمس أصبحوا علماء اليوم، وهذه من المحزنات المبكيات. مجاهيل الأمس أصبحوا علماء اليوم، بل المجاهيل الذين عرفوا بالعلماء لما عرفهم الناس بالعلماء تطاولوا فطعنوا في العلماء الذين هم بهم عرفوا عند الناس، فأصبحوا يسقطون العلماء الذين هم بهم عرفوا، فمن أنتم حتى تسقطون هؤلاء العلماء؟ فمن باب أولى أن تسقطون أنتم يا من لم تعرفوا إلا بواسطة هؤلاء. ولكن نحن في عصر علماء الانترنت، فيطعن المجهول في العالم المعروف فيصدقه من حوله من الجهال، لأنهم اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. احذروا هؤلاء.